صباح الخير عليكم اخوتي اخواتي، صباح الخير عليكم اخوتي اخواتي، كي راكم بخير؟ لاباس الحمد لله. كنقول لكم بانني راني في السبيطار، دخلت هاد الصباح كتحرقني كلشي بزاف، واللي كليتها كتضرني واللي كليتها كتضرني واللي شربتها كتضرني. هاد الصباح دخلت للسبيطار اخوتي، انتم كتشوفوا يلا دخلت، جيت مع السبعه هانتوما حبابي، غادي يديرو لي واحد ليكزامان بصح غادي بنجوني. فوالا خوتي، هاي الطابليه اللي غادي نلبس، شتو لي هادي، دارو لي لابوند، دارو لي البوند في يدي، دارو لي هادي قرعه، كيفاش نقولكم، شتو لي هاد سما، راني باقا بحويجه حبيبي، باقا ما درتش. ها شوفوا وليداتي، راني باقا ما لبستش البيجامه اللي عطاوني، راني غادي نتبنج، عطاوني واحد الماء نشربو. ها هو كل 5 دقائق خصني نشرب، كل 5 ندير ما بين الكاس والكاس 5 دقائق. لا اله الا محمد رسول الله، قلت لك لا ما تكايش، خصك تشربي الماء وتبقاي قاعده. هاني فين قاعده، فين غنقعد احبابي، قلت لك حتى من ورا الكزامه عند ناسي، من ورا الكزامه. هاي دروك دخلت انا مع 8، هاي 9 تقل 5. فوالا دائما انا كنجي لهاد لاكلينيك، دائما ما تنحملش السبيطار، ما تنحملش. ايوا لا اله الا محمد رسول الله، اللي خطات الصحه راه خطاه كلشي حبابي، اللي خطات الصحه راه خطاه كلشي. فوالا انا ما عرفتش واش غادي، ربما نخرج في العشيه، لان غير انا واحد الكزامه بصح، داك الكزامه غادي نعسوني، غادي نعس. وانا شويه ما صباراش، انا شويه ما صباراش، ما كنصبرش، كدبش عليكم، مقدرش هكا دخلوني لشي بلاصه بحال ديال المثل، واخا بغي نحي العدرسه كنخاف بزاف. شوفوا النهار كي صباح زوين، شوف شو الزهر ديالي، ملي كتصبح الشتا والماء وكلشي، تنكون مزيانه، من تيكون نهار زوين بحال هكا تنكون مريضه. تهلاو في صحتكم احبابي، تهلاو في صحتكم، راه لا خطاتك الصحه خطاك كلشي، لا خطاك الصحه خطاك كلشي الحبيب ديالي. وهذا ما نقول لكم بلا ما نطول عليكم، غير نقول لكم اليوم راني في السبيطار، اليوم راه حنا شحال حنا بعدا في الشهر، والله الا ناسي انا، بحال اللي راني مخلوعه، بحال اللي ما عرفتش، والله احبابي الا بحال اللي راني مخلوعه، بحال اللي اليوم حنا 8 ولا 9، والله حبيبي لا نسيت حتى النهار، نسيت حتى التاريخ نسيت. لا حنا اليوم 9 واقيلا، حنا 9 ولا نطلب الله سبحانه وتعالى، هو اللي غادي يوقف معنا. الله سبحانه وتعالى كلشي بيد الله، كلشي بيد الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ما عندنا ما نديرو، اللي كتب عليه الله شي حاجه راه غادي توصلوا توصلوا. ها ما عطوني هاد الماء نشربو، الا تكتو لي 5 مينوت حتى تكمليهم وعيط علينا نصوني عليهم. ها ما جابوا لي الطابليه، قال لك لبسيها ما لبسش بيجامتي. هاد الطابليه تيديروا هادي لي سال دوبيراسيون، لي سال ديكزام اللي كيكونوا غير الاطباء. وهذا مكان، هذا ما نقول لكم اخوتي، وسمحوا لي وتبقاو على خير، وشكرا على الكومونتير ديالكم. وراني كنقول لكم دائما راني مريضه، دائما تنقول لكم راني مريضه دائما، لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم لك الحمد. ونخليكم على خير اخوتي، وتبقاو على خير، دعوا معايا، دعوا معايا احبابي، دعوا معايا، دعوا معايا، الله يرحم لكم الوالدين، وشكرا.